اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ واسمه يوسف مش عارف ايه او حاجه كده. الواد يوسف ده الاراجوز ابو زنبلك ده بتاع يوسف حسين ده واحد كذاب ولد ساقط فمسمي نفسه جو عشان يرضي سيده. المشكله مش في جو، المشكله في من وراء جو. فلاح مش اصيل انه يعمل فيديوهات يفبرك بده شعر كده اتحدد يحلق شعره. لا ده راجل تاني. يلا شو منو هذا؟ يو شو يو شو اهلا بكم في جو شو يا ساقط يا ساقط يا ساقط في جو شو اهلا بكم في جو شو اهلا بكم في جو شو جو شو جو شو جو أهلا بيكم في جو شو أهلا بيكم في جو شو استنونا مع جو شو كل يوم خميس بتوقيت القاهرة الساعة 10 على شاشة التلفزيون العربي الساعة 10 مساء كل خميس مع السمك المزقوف من العراق كوكب الأرض أمريكا دولة مالي العربية الشقيقة مونتريال كندا من الأردن من المغرب اسطنبول من دبي. شكرا لكل الناس الجميلة اللي تبعت الفيديوهات ديت على صفحة جوشو على الفيسبوك. أهلا بكم في جوشو. النهاردة يا جماعة أنا جاي ومعايا أخبار كلها إيجابية، يعني خبر فيه فتحة خير إن شاء الله على المصريين والعالم كله. أنا عارف إن المصريين بالذات تعبوا أول فترة اللي فاتت دي بسبب الكورونا، شعب سهم القرارات اللي صبت في مصلحة المواطن لحد ما خلاص اتهرت يا جماعة. تقلقوش، أنا عارف إن احنا اتخزقنا كتير الفترة اللي فاتت، لكن خلاص جايب لكم النهارده خبر بخصوص الكورونا هيرفع فشخ من معنوياتنا. انا مش عارف بصراحه ايه الخبر بالظبط، بس هم قالوا لي خبر حلو يعني بخصوص الكورونا، فانا متوقع بصراحه خلاص الحمد لله ان اكيد بقى لقينا اللقاح. واخيرا يا جماعه اخبار سعيده نودع بيها الخوازيق اللي حوالينا دي كلها. احنا عارفين طبعا انه الناس كانت بتكشف على المسحه بتاعتها اللي هي البي سي ار اللي هي من الانف والحلق. الصين بتقول ان المسحه اللي بتتعمل من الانف والفم دي مسحة مش دقيقة. هم بدأوا يلجأوا لطريقة تانية. أضمن مكان نعمل منه المسحة هي الفتحة الشرجية من ورا. فبيقول إن على ما يبدو إن المسحة دي أدق، خصوصا كمان المعلومات اللي سمعناها صعبة قوي. بيقول لك إنه المسحة اللي بتعملها الصين بسلك طوله 5 سنتي. قولوا لنا رأي حضراتكم في هذا الأمر بسرعة يا جماعة، بسرعة قولوا لنا رأيكم. احمد شكله مستعجل قوي، قولوا لنا راي حضراتكم في هذا الامر. المهنيه بتاعت احمد موسى خلته يتخيل الخبر وهو بيقوله. قولوا لنا راي حضراتكم، تحس انه خد على الهوا يا عيني. انت كنت قاعد بالجاكيت بس يا احمد صح؟ قولوا لنا راي حضراتكم. الله يكون في عون المسحه. لا بقول لكم ايه، محدش يقرب من احمد موسى حتى لو جاله كورونا، مفيش مسحات هنا، محدش يقرب من بلف التطبيل. انا بس متخيل الدكتور يعني هياخد المسحه دي ازاي، اللي هو تعالى يا مريض بس هو هتعمل حاجه وانا باخد المسح. لا قول والله والله ما هتعمل حاجه. والله والله. طب انت واكل ايه؟ كروم؟ لا تعالى بكره معلش. هتبقى مصيبه لو احمد موسى هو اللي بيعملها. تعالى تعالى يا استاذ احمد تعالى ناخد المسح. لا مش راسك. ايه ده راسك؟ طب يلا يا استاذ احمد يلا. لا 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 اهدى يا استاذ احمد، ده احنا لسه في اول سنتي. مبروك يا استاذ احمد، الكورونا ماتت محروقه. الله يكون في عونها. بس ايه يا صين ده؟ ايه يا صين ده؟ يعني ما لقيتوش غير المسحه دي؟ منالة الاخرام اللي موجوده يعني في البني ادم؟ لا ده الموضوع مرعب قوي. لا 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 بجد؟ ربنا يستر على الرئيس السيسي. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. لا كلنا في مصلحه الرئيس. كلنا في ظهرك يا ريس. حرفيا. ده أنا أول مرة أشوف تامر أمين متضايق كده. أضمن مكان. بص هو كان يقصد اختاروا أكبر مكان بس خايف يقول. وهيعملوا المسحة بسلك طوله 5 سنتي. طب ما بالمرة ندخلها كهرباء ونقدم لها على العداد. في إيه؟ المرة دي سلك 5 سنتي، المرة يقول لك هنبعت بقى بعثة استكشافية. من ورا. بس عموما يا جماعة إحنا في مصر الصراحة المفروض يعني ما نقلقش خالص من المسحة دي. ليه؟ عشان إحنا دايماً كلنا ورا، سواء تعليم ورا، صحة ورا، بحث علمي ورا. ما جاتش على المسحة يعني.
قولوا لنا رأي حضراتكم في هذا الأمر. بس لا لا يا جماعة، إيه ده؟ في إيه؟ مش ده الخبر السعيد لا اللي أنا جاي بيه. أنا كنت جايب خبر له علاقة باللقاح. باللقاح ده الحمد لله يا جماعة بقى في لقاح دلوقتي، ودي الحاجة الوحيدة اللي هتنجينا من المسحة الشرجية. بس المشكلة بقى إن في كذا نوع لقاح. طب ناخد أي لقاح فيهم؟ ناخد أي حاجة عادي؟ طيب طب هل اللقاح ده آمن ولا اللقاح ده؟ بصراحة اللخبطة دي مش هيحلها غير العلماء والدكاترة والناس المتخصصة، هما اللي هيقولوا لنا بقى ناخد اللقاح ولا لا. الفترة اللي جاية دي هي فترة التلقيح، فترة اللقاح. لن أقوم بالترويج لأي رأي، يعني لن هقول لك ده كويس ولا وحش، ينفع ولا ما ينفعش، الفاكسينات دي آمنة ولا مش آمنة، دكاترة ترد. ناخدها دلوقتي ولا بعد شوية؟ دكاترة ترد. الحكاية دي ساينس ثم ساينس ثم ساينس. وعندنا في مصر علماء، بسنت يوسف المتخصصة في علم الأبراج والترو. أهلا بيك يا عم. كل سنة طيبة. ناخد الفاكسين ولا لا؟ يا عمر ده انت عملت تقديمة خلتنا نفتكر انك مستضيف فايزر شخصيا. تطلع مستضيف علمة أبراج تسألها عن اللقاح ناخده ولا لا؟ ناخد الفاكسين ولا لا؟ يا عم دي أخيرا نسألها ناخد المسحة الشرجية ولا لا؟ مش هتعرف تجاوب. لا يا عمر انت أكيد جايبها بتهزر صح؟ أنا بس صعبان عليا انك رايح تستشير علمة أبراج على لقاح كورونا. لا يا عم أنا رايح استشير وزيرة الصحة أأمن. أوكي بس هي هتخلص يعني الزفة بتاعتها ونسألها لما ترجع. أكيد بقى يا عمرو لما بتعوز تعرف برجك إيه السنة دي بتروح لدكتور أنف وأذن صح؟ أنت متخيل توقف قرار زي إنك تاخد اللقاح واقف على علمة أبراج؟ أنا أظن إن علمة الأبراج مش هتجاوب يا جماعة، هتقول له لا أسفة يا عمرو يعني ده مش تخصصي. بص استضيف دكتور يرد عليك ويقول لك بقى تاخده ولا ما تاخدوش؟ ناخد الفاكسين ولا لأ؟ أكيد هيبقى عامل مساعد كبير أوي. أنا عارف. بتبص كده. عامل مساعد كبير. أنا بسأل أخده ولا لأ؟ لأ خده. بسهولة كده؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني كده؟ خدوا يا عمرو خدوا، هي جت على اللقاح يعني؟ ما احنا لسه واخدين مسحة شرجية وما قلناش اي، تيجي على اللقاح؟ عمرو سألها ناخد اللقاح ولا لا؟ قالت له عينيا يا اخوي استنى اشوف لك الموضوع ده. لا خدوا طبعا. طب ناخد الفايزر ولا الصيني؟ لا استنى اشوف لك بقى الموضوع ده. لا خد فايزر. طيب المسحة الشرجية فعلا فعالة؟ استنى يا اخوي، لا دي مش هنا، استنى. لا فعلا فعال ما يهمكش. حد خد باله اول ما عمرو رحب بيها ما كانتش لابسه النضاره، اول ما سالها على الفاكسين قالت لا استنى بقى البس لك نضاره العلم، خدي وقتك في تقمص الشخصيه يا استاذه، لو تحب نبعت لك نجيب لك البالطو ناو. والله الواحد ما بقاش فاهم يعني اعلامي معروف زي عمرو اديب وبيصدق فعلا في قرايه الرموز. لا بس للامانه يعني اللي يصدق كلام الرئيس يصدق الرموز عادي. بس انا يعني مش فاهم يعني انت جايبها تعمل ايه فعلا بعلم الابراج بتاعها؟ لا طب شوف لنا كده الكورونا برج ايه. بصي كده بس. لا يا جماعه طالما قال لها بصي يبقى الست دي عندها حاجه جوه، شكلها كده عندها دراسات قاريه يعني في موضوع الفاكسين ده كتير، معاها ابحاث جايباها من مؤسسات طبيه، اكيد محضره حاجه عندها تفسير منطقي يخلي عمرو يقتنع. طب نشوف يا جماعه هي بتبص على ايه. ده من اول ورقه على طول ما فيهاش نقاش خده. ده من اول ورقه. يعني ورقه اللي بيقول لي وبيقول بسرعه. خليني اسحب لك ورقه من ديك تاني عليها كمان. لا الافعى الملتفه رمز الدواء والطب. تمام. بعدين خاتم ده ايه؟ الخاتم اللي هو الـ الارتباطات وال يعني خلاص احنا مرتبطين بالفاكسين. فعلا قريت الرموز ما اقولكوش عليها بجد. الاجمد منها بقى الرفع على الفاكسين اللي هو تلعب رفع على الفاكسين. ملك ناخد الفاكسين، كتابه ما ناخدش الفاكسين. يا لا فعلا قرايه الرموز دي مش ممكن. انتوا متخيلين ان الست كانت ممكن تفنط الكوتشينه قبل ما تسحب ويطلع ورقه بتقول لنا ما ناخدش الفاكسين؟ متخيلين ان عمرو معلق القرار كله على ورقه يوجي والست عمال يطلع لك رد زي الزفت يقول لك خده، طلعت حيه بتقول لك رمز الدواء. خاتم يعني يا عمرو احنا مرتبطين بالفاكسين. يعني حتى الست قالت وهي بتضحك هي بتضحك على عمرو اللي هو ما تكسبنيش بقى يا عمرو، ما انت عارف اني بقول اي كلام. يا عمرو والله انا متاكد ان هي قالت لك خده عشان اول صوره طلعت لها كانت واحد ماسك خازوق. عارف لو طلعت لها صوره مثلا البركان بيغلي هتقول لك الدواء قاعد على نار مستنيك تاخده يا عمرو. يا جماعه الناس قلقانه وعايزه حد يطمنها، اللقاحات عماله تتحدف علينا من كل الدول ومحدش عارف الصح فين، وفي وسط اللخبطه وخوف الناس والاشاعات اللي عماله تنتشر، عمرو اديب جايب علمه ابراج عشان تتكلم في لقاح كورونا.
يا جماعه بلاش الجهل ده، حالات الكورونا عماله تزيد كل يوم، لازم الدوله تاخد قرارات احترازيه اكتر عشان تقلل خطر المرض ونحمي المواطن. استاذ هشام وهبه، مساء الخير اولا على حضرتك. مساء النور استاذ احمد، اهلا بيكم وسادة المشاهدين. في تصريحات النهارده انه حضرتك بتقول ندرس ارسال طلب للصحه لاعاده تشغيل الشيشه في المطاعم، هل ده صحيح؟ نعم مظبوط يا فندم. مظبوط. اه ايه الاسباب؟ الاسباب انه الفيروس لا ينتقل عن طريق الشيشه، فالدخان بتاع الشيشه مش هينقل الفيروس. ايه اللي يمنع ان انا اشغل الشيشه؟ نعم. طب اقول لك المفاجاه بقى، الكورونا اصلا ما بتحبش الشيشه، ما بتشربش بالسيجار، انت اوف نفسها. ايه اللي يمنع ان انا اشغل الشيشه؟ يعني مش الكورونا بنعمل لها حجر صحي؟ دي بنعمل لها حجر سلوم، حجر من حجر صدقني واحد. لا بس كده يا جماعه الامور بدات تبان اكتر شويه في مصر، واضح قوي ان لقاح الكورونا في مصر هيطلع في الاخر الشيشه. ايه اللي يمنع؟ بس خلي بالكم مش كل الانواع، يعني القص والسلوم لا ده يجيب كورونا، الشيشه الفواكه عادي. يعني مش الشيشه الفواكه بين بتتشرب بلاي طبي؟ حتى بقول نلغي المبسم والزبون يسمي الله عادي قبل ما يسحب، والله يا دوش ان شاء الله. حتى دي بقى مش محتاجه عمرو اديب يشوف لنا كروت، يعني بص كده على التعبان اللي بقى مرسوم على الصيدليات. بص كده على فكره ده مش تعبان، ده لاقي الشيشه. بالذمه ده رمز الطب. هو بس لو كل مواطن ضرب حجرين شيشه الصبح قبل ما ينزل مش هيحتاج حجر صحي صدقوني. وبقول بقى بعد كده نكتب يا جماعه على الشيشه احذر الشيشه تسبب السرطان وتحمي من الكورونا. لا يا جماعه احنا كده الموضوع بيخرج من ايدينا، كله بدا يفتي. لا احنا محتاجين الدوله تتدخل حالا وتقدم حلول نحارب بيها الفيروس. موضوع الكمامات اللي تم طرحها في محل البقاله التموينيه، هنشوف الموضوع ده معانا على التليفون استاذ عمرو حامد رئيس شعبه المواد الغذائيه بغرفه القاهره. الو الو. كلمنا شويه، الكمامات وصلت من التموين للبقالين ولا لسه؟ الكمامات تم ضخها في المخازن من اسبوع، وعليها ستيكر موضح عليها البيانات بتوصف فيها شكل الكمامة. الكمامة دي بتستعمل مرة واحدة وخلاص ولا عدة مرات يعني؟ الكمامة مدون عليها ان هي تغسل وتستعمل لمدة 30 مرة. 30 مرة؟ اه. طب ده حاجة الكمامة بس. الكمامة عليها بيان موضح من قبل مصنع الواحد 81 الحربي ان هو الكمامة دي تستعمل 30 مرة. تستعمل 30 مرة؟ أنا مش فاهم الرقم ده جه منين؟ ولا هي حسبة ارتجالية كده من اللي هو في مصنع الكمامات؟ هل في استناد طبي مثلا على إن الكورونا ما بتخشش في الكمامة قبل اللبسة 30؟ أقول لك عليها بيان من الجيش تستعمل 30 مرة. حتى كمامات الجيش بتعدي الدستور الطب وبتمد لنفسها لحد 30. ومع كل كمامة موجود كتيب إرشادات. يا ريت بس في الكتيب ده يقول تتغسل في الغسالة ولا تتنقع؟ طب نحط كلور ولا هتبقع؟ وبعدين بصراحه يعني انت لو لبست كمامه 30 مره وما جالكش كورونا يبقى العيب في الفيروس. بعدين هو مصنع 81 حربي ده مش المفروض يصنع منتجات حربيه واسلحه؟ ولا حربي ده اسم دلع واحنا مش عارفين؟ 30 مره يا جماعه كتير. هتلاقي عشان بس الفيروس يتزاول كل ما يجي يقف عليها يقول لك ايه ده؟ انا كنت واقف في المكان ده امبارح، ويروح بقى يقلب رزقه في حته ثانيه، صح؟ هو الحوار ده ينفع لو في ميكروباص واحد مزنوق في كمامه، هتلاقي واحد كده قام مطلع له يقول له بص معاك كمامه فاضلها 10 مرات بس تشتري. يا جماعه ده الشراب من خمس لابسه بيتقطع وتبتدي تشوف صباعك الكبير منه وانت لابسه. ده اكيد المره ال 30 بقى بعد ما تلبس الكمامه يعني تقدر تطلع فيها لسانك عادي وانت لابس الكمامه. بس اعتقد 30 يوم يا جماعه دول اكيد قصدهم العد التنازلي لاخر ايام حياتك بعد ما تواظب على استخدام الكمامات دي. باين قوي مع وجود فيروس جديد ملوش علاج سهل زي الكورونا ان ده فتح الباب للفتي والتاليف، اي حد كده معدي يفتي ويالف. بس يا جماعه لو هنطلع بمعلومه مفيده من كل اللي حصل ده فان اللي هو عبد العاطي كفته باين قوي انه شغال في مصنع الكمامات. اهلا بكم مره ثانيه. ما خبيش عليكم كده الواحد يوم ورا التاني بصراحه يعني بيحس بنعمه الرئيس السيسي. قبل كل حلقه بنبقى لايفين مش عارفين هنتكلم على ايه. اول ما بسمع كلمه الرئيس السيسي عمل بطمن ان الحلقه اتعملت من غير ما اسال عمل ايه. يا جماعه الرئيس بيبدع في اي مكان بيروح، انتوا بس حطوه في اي حته وسيبوا له المايك. هو من ارتجاله احنا ان شاء الله بعون الله يعني هنعمل حلقه. لا بجد حطوه في اي حته، حطوا كده مثلا في الافتتاحات في الداخل. في الخارج. والله والله
في مؤتمرات الشباب كيكي وكيكا. يا جماعه الرئيس مش بيخطب، الرئيس بيراب. يا جماعه مبدع في اي مكان. وبالصدفه كده، بالصدفه خالص يعني، عرفت ان الرئيس من فتره حضر اختبارات كشف الهيئه للطلبه المتقدمين لكليه الشرطه، وقناه اليوتيوب لوزاره الماليه هي بس اللي نزلت اللقاء ده. لقاء رئيس مع الطلبه في اي مكان في العالم ممكن زياره الرئيس دي تعدي عادي، لكن مع الاعلام المصري ما ينفعش تعدي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياره تفقديه لاكاديميه الشرطه. ليه؟ في عندهم كشف هيئه النهارده. فرئيس الدوله المصريه بنفسه اصر انه يحضر امتحان الهيئه ده بالذات. الطلبه داخلين الامتحان فلقوا قدامهم الرئيس السيسي. الولد داخل بيعرف نفسه، بيعملوا لهم كشف هيئه. حضر كشف الهيئه وسال الطلبه. طيب اشمعنى بيحضر كشف الهيئه؟ بينتقي بنفسه. بيختاروا الناس على الفرازه. هو في رئيس دوله في العالم بيحضر كشف هيئه الطلاب؟ رئيس عبد الفتاح السيسي. الراجل اللي ما بيقعدش، الجمعه اللي فاتت كان بيلف على المشروعات القوميه. ده المجد وتسطير التاريخ يا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ماضي في مشروعات، راجل ما بينامش وبيروح في كل حته. وقف الخلق وانظرونا، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا ريس؟ ايه الهيئه دي؟ ده هيئتك احسن من هيئه قناه السويس. ايه الجمال ده يا ريس؟ ده بزيارتك لكشف الهيئه دخلت التاريخ. تسطير التاريخ. لا بقول لك ايه، الرئيس طالب مجتهد، يحب يسطر التاريخ يجلده، ما بيكتبش غير باحمر وازرق فيه. بص كده على صفحه الرئيس، هي فاضيه من جوه بس شوف متسطره ازاي. بعدين ثواني، يعني انت ليه حاطط صوره السيسي على علم اندونيسيا؟ انت عارف انت في انهي بلد؟ طيب يا خلبوش شكلك شديت سطرين تاريخ كده قبل ما تطلع على الهوا، صح؟ بعدين هو ليه بجد الرئيس السيسي حضر كشف الهيئه؟ هو في رئيس دوله بيحضر كشف هيئه؟ حتى المذيعه مستغربه، اللي هو معقوله في رئيس في العالم فاضي قوي للدرجه دي؟ راجل ما بينامش. لا بقول لكم ايه، من غير حلفان باين جدا ان هو ما بينامش فعلا. دي اداره واحد فعلا ما تطلعش من واحد فايق، دي دماغ واحد مطبق بقاله 24 ساعه ومش شايف قدامه. لا كان ممكن الرئيس مثلا يحضر كشف الهيئه عادي والموضوع يخلص على كده، لكن الرئيس بصراحه ما سكتش. الرئيس قام داخل وقال ايه ده؟ واحنا هنكشف بس ولا ايه؟ معلي يا ابني هنا اي 5 طلاب عندك نعمل لهم ميني مؤتمر شباب كده على السريع. قام واحد من الطلاب استغل وجود الاب الرئيس السيسي، قرر يعني ايه يشتكي له من مشكله بسيطه كده في الصعيد. والرئيس بصراحه يعني ما تاخرش ورد عليه زي اي اب بيكلم ولاده يا جماعه، وبدا فعلا يسمع مشكلته ويحتويه. وانا بتصور احنا محتاجين دايما لما نتكلم مع بعضنا البعض نتكلم اولا بثقه وبلا تحرك. انا هقبل الكلام الصعب جدا، لو ما قبلتوش يبقى انا انسان مش تمام، ما تردتش ابدا. اكنك بتكلم والدك، بتعامل معاك كابن ليا او حفيد حد. المشكله بس ان في الصعيد هو ما فيش اهتمام شويه بالمرافق وال بالايه؟ ما فيش اهتمام في الصعيد شويه بالمرافق والطرق الكلام ده. مرافق ايه؟ انا كنت كل اتمنى انك كنت تقول لي احنا عملنا شبكه الطرق في مصر كانت كذا وبقت كذا. مش تركز؟ المفروض تقول لي شبكه الطرق كانت كذا وبقت كذا. تقول لي الكلام الصعب. مفيش اهتمام في الصعيد شويه بالمرافق. تمام، عرفت بقى الكلام الصعب؟ احنا بقى عايزينك تقبض على اللي بيقوله. هو انا جايبك عشان تقول لي الصعيد مفيش مرافق؟ مرافق ايه؟ طب التجمع الخامس فيه مرافق، خدت بالك؟ كلمني مثلا عن شبكه الطرق، عن جمال طعم قراميط المزارع السمكيه، كلمني عن تصريف شعري، شيكه بدلتي، الجرافطه بتاعتي. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده يا جماعه؟ ازاي ده دخل كشف الهيئه؟ الواد ده دلوقتي ينزل 50 ضغط وهو شايل هموم مصر على ظهره. خلصوه هو وسطته. بالراحه خلاص على المواطنين يا ريس. لا بجد المواطن الصعيدي ده اهتماماته غريبه قوي، المفروض ما عندوش لا ميه ولا كهرباء ولا خدمات يبص على الكباري. لكن يا طالب بصراحه احمد ربنا، الطبيعي في الحالات دي يقول لك كنت اتمنى تسالني عن تحديد النسل. لكن كون رد عليك في حاجه قريبه من السياق ده تطور كبير جدا. ما تخافش، خد راحتك على الاخر، الريس يعني مش هيصغر دماغه ويعاقبك يعني رايك ولا حاجه، ما تخافش. لا ده يسمع من هنا وان شاء الله ينسى من هنا. عايز تقول لي انت ليه مش مهتم بالطرق؟ لا مش لحضرتك خالص. قول. لا والله هي بس قصه مثلا. يا ولدي قول. عايزك تسالني، عايزك تواجهني زي ما حسن واجهني. يعني انا مش هنساها لحسن. لو دخل الكليه هنا حاجه اشوفه سنه يقول فين حسن اللي وجهني الانتقاد وقال لي الطرق مش مظبوطه في الصوره. يا ابني. يلا يا دول ما تتكسفش، يلا بص لي يلا في عينيا وقول لي عيوبي يلا عشان نحدد بسرعه مين اللي هيسقط في الامتحان. يا ولدي يا ابني قول يا ولدي. انت خايف؟
يا ابني قول يا ابني يلا. والله ما تقول يلا بقى. بهزر معلش. يلا يا ولد قول يلا قول وجه الانتقاد يلا. انت خايف ولا ايه؟ بهزر طبعا بهزر يا جماعه. لا ما تقلقش لو حسن دخل الكليه انا هاجي اشوفه السنه الجايه واقول امال فين حسن؟ فين حسن يا جماعه؟ يا فرج يا حسن. ايه مفيش حسن؟ ما انا قلت لو دخل الكليه. حتى لو زرت الصعيد هقول لهم فين حسن؟ الموضوع بقى طار خلاص دلوقتي ما بينه وبين حسن الصعيدي، مش هسكت له. وربنا ما هنسالك يا حسن، ده انا بسجل لك كلامك بخمس مايكات عشان ما ننساش. ايه حسن؟ بتكلم الرئيس في مرافق وخدمات صحيه؟ يا عم ده كل ده فاكركم واقفين حيطه، واول ما يقول الكلمتين بتوعه هيقوم يشوط الفاول من فوقيكم. انتوا فاكرين ايه؟ روح يا ريس على الشباب، ده انت خليت نص الشعب يخاف يقدم على كليه الشرطه. يا ريس يا ريس بلاش اسلوب الترهيب ده. هو معترض ان مفيش مرافق وخدمات في الصعيد. لو عندك تفسير منطقي رد عليه وفهمه بالراحه. انت في الوزه بتاعتك بتقسمها حسب يعني ما تقول لي يا فندم المدارس عندنا فيها مشكله. بالظبط. والمستشفيات عندنا فيها مشكله. بالظبط. والجامعه عندنا فيها مشكله. بالظبط. يعني الظلم النهارده متوزع بس بنسب. يا سلام يا سلام. هتجيبه منين في العالم رئيس بالعدل ده؟ الظلم متوزع بنسب. وانا بقى جاي اوزع الظلم ده. بالظبط. لا ما المساواه في الظلم عدل. مين الفاروق ناو؟ ايه المدارس فيها مشكله؟ بالظبط. ما المستشفيات فيها مشكله. الجامعات فيها مشكله. بس كفايه ان عامل شبكه طرق توصل كل المشاكل دي ببعض. ولا يا حسن؟ لا يا ابني انا بمس عليك بس والله ما تخافش ما تقلقش ما تقلقش. زمان كان لو تعثرت دبه في العراق كان بيسال عنها عمر، دلوقتي لو في دبه تعثرت السيسي يقوم معصر الباقي عشان كله يتساوي. لا بس عجبتني تقسيمتك الموازنه يا ريس. الريس كده بيصحى الصبح يسال انا بايظ اكتر الصحه ولا التعليم؟ ايه؟ الصحه بايظه اكتر؟ يعني ايه؟ لا بقول لكم ايه؟ خد من موازنه التعليم اعمل لي شاليهين كده عشان نبقى وزي الصحه. بسرعه يلا. الحاجة الوحيدة اللي الرئيس بيعملها بمنتهى العدل هي الظلم. يا سلام يا رئيس. لا لا قول لي صحيح يا رئيس، هو أنت لما قسمت الظلم على البلد ما شلتش المرافق ليه من العصابة الإدارية زي الصعيد؟ مرافق إيه؟ ما علينا. وبغض النظر يعني عن إدارتك للبلد، أنت سرحت برضه يا رئيس وما ردتش على حسن الغلبان. يا ريت تبطل بقى لف ودوران وتركز في إجابتك عشان ما نتوهش منك. ليه ما فيش مرافق في الصعيد؟ تفتكر الفيسبوك ده معمول إزاي؟ تعمل الفيسبوك ده تعمل ازاي؟ هو موقع تواصل. طب بلاش الفيسبوك، اي حاجه ثانيه، اي معارف اخرى. جاي منين؟ فكره. ها؟ فكره. ها؟ فكره. ماشي يعني ماشي، ما هو ده كل ده كل المعارف دي جايه منين؟ حد يعرف؟ تعرف من اسد؟ ها؟ من الغرب قصدك يا فندم؟ لا لا. ها؟ برمجه. ايوه ماشي بلعب. طب انا هريح. بص يا اولاد، خزائن ربي للمعرفه لا حدود لها. خزائن مين؟ وبيتيح للبشر العلوم بتاعته ينزلها، بيكون كريم عالي توصل تبتدي هو تعمل له افكار، والافكار دي تطلع حاجه تساهم في تطور معين. لكن العلوم دي كلها ما خرجتش عن خزائن المعرفة الإلهية. خزائن إيه؟ هو كده من أول سيدنا آدم وهو بينزل بقدر، بينزل بإيه؟ مش هو بيقول وكل شيء خلقناه بقدر؟ كل شيء يعني ما دونه سبحانه وتعالى يبقى شيء. بقول لحضرتك ايه لو سمحت؟ انت فهمت حاجه؟ ما هو عامل لك شبكه طرق بره الصعيد، عايز ايه تاني؟ بركب بقى اي حاجه اروح بيها استخدمها عادي ما يهمكش. يا جماعه حد يطفي الرئيس ويشغله تاني فيه. النقاش بيبدا مع الرئيس عن الخدمات والمرافق اللي موجوده في الصعيد، بتخلص على تفتكر الفيسبوك ده معمول ازاي؟ هيموت يعرف طريقه عمل الفيسبوك عشان يعمله عنده في البيت. لا ما لقاش اجابه، قال لهم رد حلو قوي. طب بلاش الفيسبوك، اي حاجه ثانيه. هات لي مقادير التيك توك. طب هات اي حاجه. طيب اي حاجه، بس هم ما نتكلمش عن نقص المرافق اللي موجود في الصعيد. طب قول لي الصعيد اتعملت ازاي؟ تعرف يا حسن الصعيد اتعملت ازاي؟ ولا انت صعيدي على الفاضي؟
خلاص يا ريس، يعني كلها 3 شهور على رمضان، مستعجل على الفوازير ليه؟ بس بصراحه هو ده الامتحان الحقيقي للشباب، مش الهيئه، لا الامتحان ان هم يقدروا يستحملوا الوقوف قدام الرئيس من غير ما يضحكوا او يفهموا حتى الرئيس عايز يقول ايه. شفتوا قال لكم ايه؟ خزائن رب للمعرفه لا حدود لها، والمعرفه موجوده من ايام سيدنا ادم لكن بحدود. عرفت بقى يا حسن اقصد ايه؟ لا لما شاطر بس يعني تعرف ان مفيش مرافق في الصعيد. ها يا حسن، لا يا حبيبي ولا يهمك يا حبيبي يا سونا. طب بمناسبة المعلومات، يعني خليني اقول لكم بقى انا كم معلومة كده ازاي الرئيس بيحكم مصر. بص، هو بيخش هو ومعارك جالته بتوع المجلس العسكري بيفرش بيهم اي اجتماع ويستشعر شعور انه القائد الاعلى للقوات المسلحة، مفيش حد اصلا فوقه يقدر يعدل على كلامه، والاعلام كله بيطبل له وبيطلع يتكرر وراه كل الكلام اللي هو بيقوله، مفيش حد يقدر يا جماعة يعدل على الرئيس وكله بس بيسمع منه. فنتيجة كل ده عندنا رئيس طالع حرفيا بيقول اي هري وكله بيسمع منه ومحدش يقدر يعلق، لحد ما الرئيس اقتنع فعلا انه مثقف بجد وبيستخدم نفس السلطة ديت وهو بيعاتب مواطن بيشتكي من نقص المرافق في الصعيد وبيلومه انه مش بيشكره على الطرق اللي عملها بره الصعيد. يا ولدي يا ابني، استنى الفقرة الجاية. اهلا بكم مره تانية. مظاهرات روسيا، زي ما قلنا لكم الاسبوع اللي فات موضوع نافالني ومظاهرات روسيا لسه شغال، فعايز اقول لكم ان للاسف مفيش جديد حصل الاسبوع ده، هو نفس اللي حصل الاسبوع اللي فات. قوات الامن قفلت الشوارع في وش المتظاهرين وقفلت معظم محطات المترو وبتقبض على الناس، طبعا لسه مخبيين نافالني ورا مصنع الكراسي. بس في حاجه جديده حصلت بصراحه، ان هم قبضوا على مرات نافالني، قال لك ناخدها يعني تسليه ورا مصنع الكراسي برضه. لكن بوتين بصراحه طلع وقال قصر ايه اللي عاملين عليه مشكله، انا ما عنديش قصور، اقسم بالله ما اولادي هم رايحين جايبين ابو هشيمه بتاع روسيا عمل فيها ان القصر بتاعه. قال يو يا شعب روسيا، ده انتوا ده انا كنت مخبيه عنكم بس خايف من عينيكم. وبصوا، بما ان قصه نافالني الاسبوع اللي فات عجبتكم، فانا جبت لكم القصه من كذا مذيع واعلامي عربي الحلقه دي، وهنبدا بعمرو اديب. يلا يا عمرو، انت برنامجك اصلا اسمه الحكايه، فمن غير اختراعات كده احكي لنا حكايه نافالني من وجهه نظرك، وانت استفدت منها ايه؟ في واحد اسمه نافالني، نافالني ده معارض روسي. معارض لمين؟ لبوتين. بوتين ده يعني مش صغنن، حاجة جامدة جدا يعني. كان في سيبيريا في ديسمبر، راح عاملين له غاز مسمم، الراجل هو راجع في الطيارة من سيبيريا لموسكو قطع النفس. قالوا ايوه الراجل ادوله غاز سام. اول ما نافالني ده خف راح قايم، قالوا انت رايح فين يا نافالني؟ قال لهم انا راجع موسكو. يا ابني انا راجع موسكو. الإدارة الروسية قالت على فكرة نافالني لو جيت هتتسجن. قال لهم انا راجع. وعاد نافالني بالطيارة، نزل نافالني مطار موسكو وتم القبض عليه. دي المعارضة الشريفة. انما انت قاعد هناك، البيوت الجميلة اللي على البوسفور، شعر الجميل، الصحة الحلوة، المعارضة مش رفاهية. ما تيجوا ما تنورنا. اخلص يلا يلا تعالى، خلينا نشوف شغلنا، تعالى نورنا. ايه ما بتنورش ليه؟ غريبة مع ان معلي الفولت يعني. يا عمرو هي دي المعارضه بالنسبه لك، ان المعارضين ينزلوا ويتسجنوا؟ معارضه مش رفاهيه. لا بص بقى، يعني لو هتقعدوني في سويت في عز هايتس وانزل اقدم البرنامج بتاعي زي ما انا ما عنديش مشاكل، بس عندي شرط واحد، عايز يعني لما انزل المطار الاقي ايسر واقف لي بوكيه العدس. وكمان شرط، يا ريت يعني لو مين ده هو اللي يمسك لي اليافطه. لا عليها اسمه، هو عارفني بس انا مش عارفه. معلش ثواني يا جماعه، يعني هو انت يا عمرو متضايق من الناس اللي في اسطنبول عشان شعرهم جميل؟ يعني ليك حق بصراحه تتضايق، اوكي، بس يعني ما لقيتش غير موضوع المعارضه والشعر هو اللي اتكلم فيهم؟ يا عمرو ده انت قعدت شهر كامل مخصص برنامجك عشان تطلع صور وتشق هدومك لمحمد نافالني. يا عمرو ده انت اكتر مذيع مشهور انك بتسلم معارضين. وبعدين مين قال لك ان اللي في اسطنبول يعني مش معارضه شريفه؟ لا لو كده يا جماعه احنا نجيب نموذج للناس اللي في اسطنبول، اللي على البوسفور. ايوه الناس اللي على البوسفور اللي صحتها حلوه دي، ودول الوحيدين اللي هيحكوا لنا الحكايه بقى من غير لا حزق ولا شماته زي عمرو. وكانت قصه المعارضه الشريفه بتاعت نافالني هيحكوها زي ما حصلت بالظبط. الذي جرى انه نافالني هذا راح نزل في فندق واعطى ملابسه الداخليه للفندق قيقين بغسلها، فوضعت المخابرات الروسيه السم له في سرواله الداخلي، فلبس السروال وصعد الطائره، اصيب بالتسمم، اغمى عليه في الطائره،
الطائرة هبطت اضطرارية. هنا ألمانيا تدخلت بقوة وقالت لبوتين: يا ولد يا بوتين، طلع نافالني يجي يتعالج عندنا وإلا هنضربك بالقلم على قفاك. وبوتين خاف من ألمانيا وميركل، رغم أن بوتين كان يقول لميركل: مهما فعلت سوف ننكحك ليلة الدخل. يا عم يا عم يا ملوان، انت بتقول ايه؟ مين نكح مين؟ لا ثواني معلش، ثواني معلش، الدكتور قال لي قلل دهون وملواني. انت ليه كل امثلتك اختصاب وتحرش ونكح يعني؟ ده انت حرفيا قلت كل حاجه غلط يعني، حتى لما قلت هنضربك بالقلم على قفاك قلتها غلط، اسمها هنديلك على قفاك. وبوتين على فكره قال لها مثل بيتقال في روسيا ان ليله الدخله الموضوع بينتهي بحاجه واحده، فيعني ليه خليت بوتين اللي هو 68 سنه وميركل هي 66؟ انا عندي افتح حمام يوسف علونا ولا انا ما افتحش السيرش بتاع الهيستوري بتاعك؟ بعدين ايه السم اللي في الملابس الداخليه ده؟ ايه مخابرات يا روسيه؟ ده بيجيب ايه؟ ده بيجيب سكته فاسيه ولا عايزينه يموت؟ هو يعني كده بصراحه مش هيجيله تسمم، كده ممكن يجيله تسلخات. لا بس بصراحه بصراحه يا جماعه، يعني في اخبار ان السم فعلا اتحط له في المغسله في هدومه، وفعلا ملواني معاه حق، يعني يوم يا ملواني ما تطلع صح يا ملواني، ده انا براهن عليك قدام عمرو، انت دلوقتي اللي بتمثل المعارضه اللي بره. الله يبارك لك، ركز معايا، من غير بقى ملابس داخليه، من غير الدخله ونكح والكلام ده كله. ماشي اوكي، جهاز الضغط هشيله اهو يا عمرو، شلناه خالص. كلمنا بقى على قصه نافالني وعن مظاهرات روسيا وعن تاثيره ده كله علينا كعرب. يا بغششك اهو، تاثير ده علينا احنا كعرب. هذه الحلقة نخصصها لأثر المظاهرات التي تجري في روسيا الآن على العالم الإسلامي. إذا سقط بوتين واتجهت روسيا إلى التفكك، هل من مصلحتنا كمسلمين هذا الكلام أم لا؟ تعالوا نبدأ ونشاهد هذه الخرائط. إحنا لدينا العدو واحد روسيا، العدو اثنين المسلمين وتركيا وهؤلاء، العدو ثلاثة أوروبا، العدو أربعة أمريكا. لو إذا سقط العدو روسيا ده، ما الذي سيجري في هذه الحالة؟ هيبدأ العدو ثلاثة وأربعة يتفقوا ويقولوا نقسم العدو رقم اثنين اللي هو تركيا. فصحيح أي روسيا هتتفكك، بس انت هيجري التهام. فاذا من مصلحتنا الا تسقط روسيا الان. يعني يما يابا، يعني يما يقول لك من مصلحتنا والتهامنا وتقسيمنا. انت لو بتتكلم بلسان حال نصرت مش هتقول كده. وبعدين يقسموا روسيا ايه؟ وبعدين يقسموا تركيا؟ ودول بيقسموا ايه؟ هم فريقين كره؟ ده لو فريقين كره بيقسموه مش هتبقى بالسرعه دي. بس لا بقول لك ايه بصراحه، يعني عجبني الاستديو التحليلي الجديد. انا بقول بقى بالاستوديو التحليلي ده تبدا تحلل بول يوسف علون. او بص انا عندي خطه احسن، يعني اسمح لي يعني اتدخل في تصفيات الملوان اللي انت عاملها. ايه رايك نزود منافسين؟ يعني مثلا في ناس في قاره اسيا، امريكا الجنوبيه، كندا، استراليا. ايه الناس دي كلها مش تلعب في بطوله الملواني ولا ايه؟ ولا هو الكون بس بيتمحور حوالينك في ميدان تقسيم؟ يا ملوان ايه علاقه تركيا بنافالني؟ يعني في ملايين في الشارع في روسيا، اتكلم عنهم، اتكلم عن نافالني، مش لازم كل حاجه كده تحشر تركيا. طب هديك فرصة أخيرة، قول لنا مثلا ليه بوتين السفاح ده سابه كده يتكلم وما قتلوش من بدري؟ ليه دلوقتي قرر يسممه ومنين؟ إذا لماذا لم تقم المخابرات الروسية بقتله وسمحت له بكل هذه الحرية من الحركة؟ السبب هو إنه أمريكا تملك أوراق ضغط كثيرة على روسيا، وقد يكون على بوتين نفسه قضايا فساد أو مصورونه في أوضاع مخلة، ممكن يكون بوتين سلبي إيجابي الله أعلم. فالمجتمع الروسي مجتمع مخترق حتى النخاع، لأنه مجتمع منحل، الناس بتبحث فيه عن المال وكذا، هو مجتمع مخترق. أنا أقدر في مصر إن إحنا عندنا 25% من المصريين مستعدين للخيانة. بقول لك 25% من المصريين مستعدين للخيانة. علي الفولت، علي الفولت. شكرا شكرا، خلاص. 25% من المصريين مستعدين للخيانة؟ ده اجتهاد منك ولا يعني انت عارف مندوب الاحصاء بتاع الخيانه، ولا انت رميت رقم وزي ما تيجي تيجي؟ 25% من المصريين جاهزين للخيانه؟ وانا اقول كل ما اجي اقدم في اي مخابرات يقولوا لي العدد كامل ليه؟ يا مصريين يا اولاد اللذينه. ده بقى لو حد عايز يعمل له حاجه فعلا هيحطها له في سرواله الداخلي، عشان كل افكاره طالعه من هناك. عيب يا ملواني، عيب لما تقول كده على الشعب المصري. معدن الشعب المصري اصيل. ايوه في ناس مش راضيين بالوضع وفعلا بيعانوا في مصر، بس كلمه خيانه ثقيله قوي على شعب مثابر وعظيم زي الشعب المصري. بعدين انت مالك ومال الشعب المصري؟ اذا انت بتتكلم على تركيا بنحن ومصلحتنا، يعني ليه بتهين الشعب المصري كده؟ عمرك شفت حد من الشعب المصري بيهين الشعب التركي؟
للأسف الإعلام في أي موضوع عالمي بينقسم الاثنين، واحد يبرر الظلم والقهر اللي نظامه بيعمله إن شاء الله والموضوع إيه، والنص الثاني بينقسم لملواني بيتكلم من يعلق الضغط. استنونا بيكم مرة ثانية. الفقرة دي هنناقش فيها ترندين، واحد في لبنان وواحد في تونس. نبدأ في اللي في تونس، أقول لكم مفاجأة، في تونس بقى حصل ترندين مرة واحدة. الترند الأول إن كان في محاولة لتسميم الرئيس التونسي قيس سعيد، والترند الثاني إن في رئيس كلمه عشان يطمن عليه. تخيلوا كده المكالمة كانت من مين؟ كانت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. لا لا مش ده سبب التسمم، التسمم حصل قبل المكالمة. يعني أنا تخيلت كده المكالمة ما بين الرئيس السيسي والرئيس قيس سعيد، يعني السيسي كده مسك الموبايل، ألو، مرحبا بك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنت يا ابني مديني المجيب الآلي؟ آه هو بيتكلم كده، أهلا بك سيادة الرئيس. طب اسمع بقى، أنا عايز أقول لك حاجة، بقول لحضرتك إيه؟ ما للغة العربية اضغط واحد. لا 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 بهزر مع سيادتكم، لا ثواني ثواني، بقول لك ايه، انت لو هتفضل تتكلم بالبطء ده استأذنك اقفل واتصل انت. انت عارف دقيقة الدولة بكام؟ انا بتكلم بجد. عفوا سيد الرئيس، ان اللغة العربية هي افضل جسر للتواصل بين الامم. الجسر ده عليه كارتة. سيد الرئيس، أشكر سيادتكم على الإطمئنان على صحتي، إنني الآن بأفضل حال. لا 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 بقول لك إيه، بقول لك إيه، أنت من النهاردة تنزل حملة تقبض على كل المعارضين اللي عندك وتشوف مين اللي سممك بالظبط. آه استنى وتعدل الدستور. سيد الرئيس، نحن في تونس لا نتعامل بمثل هكذا أفعال، ولكن نتعامل بالعدالة ودولة القانون، لأن العدل والمساواة هي الضامن الوحيد لبناء الأمة. انت مش قلت لي الانقلاب ولا هو بيقول ايه؟ بقول لك ايه يا مدني يا مستقل، انت اسمع قسما بالله، انا لو مكانك كنت عملت قانون طوارئ وحملة اعتقالات ناو. استنى وعدلت الدستور. سيد الرئيس، لا يوجد نهضة للأمة بدون ديمقراطية حقيقية وتداول سلمي للسلطة. سلطة ايه؟ سلطة ايه؟ انت مش معاك سلاح. نحن لا نقمع شعوبنا سيد الرئيس، نعم نمر بأزمة اقتصادية صعبة ونحتاج ليد العون من أشقائنا العرب، بس 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 طالما قلت لي أزمة اقتصادية حلك عندي. اسمع انا عايز اقول لك حاجة، احنا في الحاجات ديت حاجة واحدة بس اللي بنعملها، قول وراي. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت، انت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. لا 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 سيادة الرئيس، نحن لا نريد دعوات، نريد دعما ماديا من سيادتكم. ألو سيد الرئيس، معلش بس عشان نازل الكوبري وفي تحتية طيارة. ألو مع الشبكة وحشة في الأسانسير بتاعت. ألو ألو سيد الرئيس، طب يا رب مصر. نروح معلش للترند التاني، الترند الرئيسي اللي هو موضوع تسمم الرئيس قيس سعيد. هو بصراحة يعني ما تسممش، يعني هو وحش حاجة حصلت له إنه شاف اسم الرئيس السيسي على التروكولر. بس يلا أنا هحكي لكم برضو اللي حصل. يوم الاثنين اللي فات اتبعت على قصر الرئاسة التونسي ظرف فاضي جاي من مجهول. طبعا حاجة زي كده استحالة تعدي على أمن القصر، يعني ظرف فاضي ومش مكتوب عليه اسم. فأمن القصر عمل إيه بقى؟ استحضر روح علي معلول في ماتش بلجيكا 5-2، وقام سايب دفاع القصر مفتوح على البحر، وقام مدخل الظرف عادي خالص يعني. راحت موظفة القصر الرئاسي فاتحة جالها تسمم. الموظفين في القصر ما عرفوش يعملوا ايه، راحوا حاطينه في المكنه اللي هي بتقطع الورق دي، ومحدش يسالني قطعوا الدليل ليه. يوم الثلاث بقى وزاره الداخليه خدت الظرف المتقطع ده وقامت معانا الظرف وقامت قايله والله كبرتوا الموضوع يا شباب، ما فيش سم ولا حاجه يعني، ظرف عادي اهو خالص، بس هو يعني بتلاقي بس انتوا بتقفروا الموضوع شويه. لحد ما جه يوم الاربع رئاسه الجمهوريه طلعت وقالت الخبر. لا مش رئاسة الجمهورية التونسية، رئاسة الجمهورية الجزائرية، اخبار تونس يا جماعة نسمعها من ايه؟ ما اكيد من الجزائر.
وبس. ونشر خبر ان الرئيس تبون كلم الرئيس قس سعيد بيطمن عليه. يوم الخميس من غير موسيقى، يوم الخميس الرئاسه التونسيه بعد ما الجزائر شردت لها طلعت وقالت اه بصراحه كان في ظرف مشبوه، في موظفه في القصر اتصابت، لو الناس حبوا الموضوع والرئيس قس سعيد عمال يجيله مكالمات قال لك بس احنا نقول ان هي محاوله اغتيال فشل، والرئيس التونسي يعني كان عايز شويه اهتمام مش اكتر. بس هي دي القصه. المشكله في الاخر ان الاهتمام جاله من الشخص الغلط. خلونا نروح للترند الثاني، لبنان. بعد ما موضوع كورونا انتشر في راس السنه الحكومه قفلت البلد 11 يوم كاملين، الحكومه لقيت الاعداد لسه ما قلتش راحوا مزودين الحظر ليوم 8 فبراير. الناس قالت طب فين المساعدات زي كل دول العالم، انتوا عشان تحمونا من الفيروس تموتونا من الجوع، وراحوا نازلين مظاهرات في الشارع وخصوصا في محافظه طرابلس. وبرده كالعاده الاعلام ساب كل الاسباب اللي المتظاهرين نزلوا علشانها وراحوا مخونين المتظاهرين. في طرابلس شمال لبنان خرج المتظاهرون إلى شوارع المدينة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. الحركة الاحتجاجية وصلت إلى صيدا وبيروت. اللي عم بيصير بطرابلس تحرك عفوي أو مدفوع؟ لا يموت إلى ثورة الجياع بصلة. طبعاً هناك شباب من خارج مدينة طرابلس. جاء عدد كبير من المندسين. المندسين وليس مواطنين. هودي مدسوسين. إنه كان في مندسين. بس هدول مش أبناء طرابلس. ولأنه في كتير غربتليين. في غير لبنانيين. في سوريين. ما بنعرف كمان. نعرف إنه جايين من منطقة كانوا من تركيا. وفي سوريين. أكيد. يلي كب مولوتوف منه واحد جعان، لأنه هيدي المولوتوف ما بيجبوها الجوعانين. ما فيك تلاقي حدا نازل عم يطالب بلقمة الخبز وجعان وبيقدر يضرب مفرقعات بملايين الليرات ويكون معه الليزر يلي حقه مبالغ ضخمة. لا حضرتك فاهم الليزر غلط، الليزر ده ب 3 جنيه عندنا في مصر. الليزر اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو انت بتحدد بيه دقنك وبتشيل بيه شعر صدرك، اوكي ده ماشي غالي، بس ده لا يستخدم في المظاهرات. وبصراحة يعني أنا مش عارف إيه الشعب ده، إزاي جعانين ومعاهم أقلام ليزر؟ المفروض بقى يجيبوا أقلام الليزر دي ويحطوها مكان سيخ الشاورما ويبدأوا ياكلوا. عمرك دقت فتة شاورما ليزر أحمر؟ طب عمرك استنيت الليزر الأخضر لحد ما يستوي؟ جربت المونيتوب في نص رغيف؟ أرخص بكتير من سندوتش الديناميت على فكرة. إيه الأداء الأوفر ده؟ إيه يا جماعة أنتوا ليه مكبرين من سعر المونيتوب كده ولا كأنه مونيتوب من جوتشي؟ إيش هذا؟ لا مش أنت يا علامة دلوقتي، لا اللي هناك ده مونيتوف مش بونيتوف. مش أي إزازة. وطبعا اللي حصل في طرابلس ده لا يموت لثوره ايه؟ الجياع. الجياع ها؟ عشان انا لسه متغديه في الام بوفيه في قناه الاو تي في، بقول لكم بجد دي مش ثوره جياع. عادي يعني الكافيار خلص من عندكم؟ كله بطارخ زي بقيه الشعب اللبناني. طبعا اي حاجه بتحصل في لبنان على طول الاعلام اللبناني يقول مين سببها؟ وفي سوريين. طبعا السوريين. حضرتك لو في نيزك ضرب عارضه ازياء من جنوب افريقيا في سيشل يقول لك اللي بعت النيزك ده السوريين اللي في ها؟ تعرفيه. ماشي صحيح كان في مفرقعات ومولوتوف وناس حرقت مباني ومؤسسات حكوميه وناس خربت بلدها بايديها، وطبعا ده غلط وبنرفضه تماما، بس دايما دور الاعلام والدوله مش المفروض يقتصر على تخوين الناس واستفزازهم، المفروض يشوفوا ايه السبب عشان يحلوا المشكله. يعني الناس ما كانوش قاعدين كده اللبنانيين وقالوا يلا قوم نحرق هالمدينه ونعمر واحده اشرف، لا اللبنانيين حرفيا جابوا اخرهم ونزلوا مش فارق معاهم حياه وموت. فلازم حد كده من طرابلس مسؤول كبير يتكلم باسم الشعب زي دوله الرئيس نجيب ميقات، يعني واحد زي ده كان بيمثل الشعب كرئيس حكومة، والكبيرة بقى انه من سكان طرابلس. بيسرني بهالحلقة اني استضيف رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس نجيب ميقاتي. صباح النور ست سمر، صباح النور لكل المشاهدين. هيدي الناس اللي نزلت امبارح نزلت امام بيوتكم بدها اياكم تستقيلوا، ما بقى بدها اياكم. انا جمعية العزم والسعادة لما قلت ما حدا بينام 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 جوعان، اتحدى انه يقول في حدا اجى عنده طلب او عنده اي شيء من طبي لا اجتماعي الا ما نحن كنا جنبه. بس نحن ما بنسمح بقى تعدي على مؤسساتنا، ما بدك منطق؟ اسن كل ما واحد قال اخ بتصفي عندنا مظاهرات قدام بيوتنا وعلى مؤسساتنا، شو بتريدوا؟ بدي احملها بدي احمي مؤسساتي اكيد، بيتي انا بدي احميه، شو بتريدي نعمل؟ عم تيجي تهديني لمحل اني احمل سلاح، بدي احمل سلاح. طبعا والبقاء بقى للاقوى، نشوف مين اللي يقدر على الثاني. لا معاه حق بصراحه، لو حد معاه سلاح واعتدى على مؤسسات الدوله المفروض الدوله ترد. الا بقى طبعا لو كان من حركه امل، حزب الله، حزب القوات، حزب القومي السوري، حد تاني معاه سلاح في لبنان؟ جوز نانسي عجرم، اوكي دول على راسنا، غير كده لا. هو تقريبا فاكر دي بابجي، اوكي كل شيء سلاح بس محدش يلعب بوازيك. ايه عايزين نحل المشكله الاقتصاديه؟ نقلل اسعار السلع الاساسيه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ امال السلاح اللي جايبينه ده نعمل بيه ايه؟ لا ده انا ما يهدليش بال كده غير لما اشوف حرب اهليه كده ومواطنين بيقتلوا في بعض، ما بيهدليش بال. اهو ده
ده بقى بيحصل لما تاخدش صاحبك معاك رحله صيد البط اللي في الفيوم، بيصطاد مواطنين. نحب نعرفه يا جماعه، نجيب ميقاتي من اغنى اغنياء طرابلس، ده بقى ما كانش بيروح سيشل هو رئيس حكومه، ده كان ممكن ياجر سيشل باللي فيها. يعني في عز الفقر اللي في طرابلس بتمر بيه، هو معاه فوق ال 2 مليار ونص دولار، يعني اللهم لا حسد اللهم لا حسد، يعني ده ممكن يجيب الرئيس السيسي بودي جارد شخصيا يا حبيبي. بجد عيب لما مدينه كبيره زي طرابلس تتكلم عن اهلها بالشكل ده. طرابلس ديت تاني اكبر مدينه في لبنان، وللاسف افقر مدينه على الساحل المتوسط، يعني عامله بالظبط زي اسكندريه كده بس ميزانيه كفر عوض. للفرق يعني المفروض كل اللبنانيين يتكاتفوا عشان يحلوا جزء من الازمه اللي بتمر بيها طرابلس. يعني مين اللي يقف يا جماعه مع لبنان؟ ما حدش يقف مع لبنان غير اللبنانيين. يا جماعه ما تقللوش من اهل طرابلس ارجوكم، لبنان صدقوني لسه بخير. اليوم استضيف الصحافي في جريدة النهار الأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم عبر أثير إذاعة النور. ماذا يجري في عاصمة الشمال؟ من يرسل رسائل لمن؟ لي طالما هاي طرابلس قاعدة على جنب وبالتالي فيها مشاكل ما بتأثر على الوضع اللبناني، يعني ما إلى طعم حقيقة. هاي مدينة طرفية طول عمرها حائرة، مش عارفة شخصية طوان، يعني هي جزء من سوريا ولا جزء من لبنان. هلأ ما بتأثر، ليك لا بتقرب ولا بتأخر، كل ما هناك رح يصد كم ضحية ولا حاجة. أنا كمع كم ضحية وخلاص، كله هيرجع لحاله إن شاء الله. وبعدين دي مدينة طرفية، يعني مش عارفة شخصيتها فين. كوني شخصيتك يا أستاذة طرابلس وبعدين تعالي شوف أصلا أنت سورية ولا لبنانية. بعدين بتعالج ظهري، مش انت اسمك طرابلس على اسم عاصمه ليبيا؟ يعني حتى مش عارف الليبيه ولا لبنانيه ولا سوريه. انا بقول لو عمل قلق تاني بقى نعمل جدار عازل زي بتاع ترامب كده، وكل 3 شهور ننقي واحده كده من اهل طرابلس نرميها في النهر الكبير قربان لبقيه اللبنانيين. مش عاجبكوا؟ بص طوق عليهم، طوق عليهم، بص طوق عليهم من هنا وسايب عليهم بشار من الناحيه الثانيه. على اخر الزمن المحافظات اللي على الاطراف هتجوع بقى وتطالب بحقوقها. ده احنا الاطراف ديت اخر حاجه بنهتم بيها. ده انا لما بجيب بيتزا باكل اللي في النص وبرمي الاطراف، مش عايز اتكلم بقى. يا حاج انا بس لولا قناه العربي قناه محترمه وربطالي دايما نشأت جنبه كده عشان يمنعني اقول للناس اللي زيك يا راجل يا ابني. يا يوسف اختشي، يا يوسف عيب. شوف مش عارف ارد عليه، جايبينه 24 ساعه. اسفين يا نشأت ازعجناك، معلش روح انت دلوقتي. للاسف النخب السياسيه في لبنان لما كانوا شباب غرقوا لبنان في حرب اهليه وموتوا شعبها بالنار والرصاص، ولما بقوا شيوخ ومسكوا السلطه برضه غرقوا لبنان في الفقر وموتوا شعبها من الجوع. في نهايه الحلقه اشترك في قناه جوشو على اليوتيوب وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول، واتفرج على الحلقه دي حصري كل يوم خميس على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو ده. صباح الخير، اشوفكم الاسبوع الجاي.